أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، قبل 3 سنوات أديت فريضة الحج وهي حجة الإسلام، فلما ذبحت الهدي أشار إلي زميلي بالتقصير، فذهبت إلى محل الحلاقة فلم أجد صاحب المحل، فانتظرت ما يقارب الساعة ثم رجعت إلى زميلي وأخبرته بأنني لم أجد صاحب الحلاقة، فلما صلينا الفجر ذهبنا إلى المسجد الحرام للوداع وودعنا وأنا لم أحلق جهلا مني، فوصلت القصيم وأنا لم أحلق، هل حجي صحيح؟ ماذا أفعل؟ مأجوري. حجك صحيح لكنه ناقص، لأنك تركت نسكا من مناسك الحج وهو الحلق أو التقصير، فعليك بالمبادرة عليك بالمبادرة بالحلق أو التقصير بنية النسك، حلقة والتقصير بنية النسك في المكان الذي أنت فيه في القصيم أو غيره، لأن الحلق لا يشترط أن يكون في الحرم. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فالواجب عليك إن كان حصل منك جماع فالواجب عليك أمرا: أولا الحلق، المبادرة بالحلق بنية، أو التقصير بنية النسك. الأمر الثاني، إذا كان حصل منك جماع فيجب عليك فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.